السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج العاشرة، والتي نخصصها اليوم لمناقشة أبرز ما جاء في المقابلة التلفزيونية لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج مع قناة ليبيا الرسمية، وتحدث خلالها عن الإشكالات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه عمل المجلس الرئاسي. فهل يمكن القول إن رئيس المجلس الرئاسي قدم خطة عمل للتعامل مع التحديات التي تواجه حكومة الوفاق الوطني؟ وهل عدم تحقيق أي تقدم في أبرز الإشكالات التي يعانيها المواطن منذ دخول المجلس للعاصمة يمثل إخفاقا يحسب عليه؟ أم أن الأطراف السياسية تتحمل مسؤولية هذا التأخير؟ وهل يمكن انطلاقا من هذه المواقف استشراف مستقبل المجلس الرئاسي وحكومته في مواجهة التحديات المستقبلية؟ نطرح هذه التساؤلات وغيرها على ضيوفنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الناشط السياسي صلاح البكوش، وعبر سكايب من الإسكندرية الناشط السياسي خالد الشارف، ومن لندن الناشط السياسي مفتاح لملوم، وعبر الهاتف معنا من البيضاء الناشط السياسي سليمان البرعسي. نرحب بكم جميعا، وقبل أن نبدأ النقاش نتابع أولا التقرير التالي. على الرغم من حجم التفاؤل الذي لازم الكثير من المواطنين لحظة دخول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس في مارس الماضي، إلا أن تلك الأمال تآكلت بشكل كبير مع استمرار الأزمات على كافة الأصعدة، سواء الأمني أو الاقتصادي أو حتى السياسي. رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج تحدث في مقابلة له أمس عن جملة العراقيل التي يواجهها. أولى الملفات كان الجانب الاقتصادي والخدمات، وقد بين السراج أن تداول 24 مليار دينار خارج المصارف وعدم استجابة محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير لحزمة إجراءات من شأنها تخفيف معاناة المواطن أدتا إلى خلق أزمة سيولة. أما فيما يتعلق بأزمة الكهرباء، فقد أكد أنه يجري الاتفاق مع شركة كورية لإجراء صيانة لمحطات توليد الكهرباء، فضلا عن التوصل إلى اتفاق مع شركات تركية في الغرض نفسه. وفي الشق الأمني، أفاد السراج أنه خلال شهر ستتضح ملامح دور الحرس الرئاسي على الأرض، وأنه لا يرى مانعا من لقاء قائد عملية الكرامة خليفة حفتر أو أي رموز عسكرية في سبيل تجاوز المختنقات والوصول بليبيا إلى بر الأمان. كما وصف حادثة اقتحام قصور الضيافة في طرابلس بمحاولة لإرباك المشهد وخلط الأوراق، منوها إلى أن المهلة للتعامل مع الحادثة بشكل سلمي لن تطول. استنفدنا كل المحاولات، كانت مطالب كثيرة كررناها، وأبلغنا السيد الصديق أن المجلس مستعد أن يأخذ أي قرار سياسي، أن يكون غطاء سياسي لأي قرار، ونتحمل مسؤولية احنا كمجلس رئاسي بحيث نخفف المعاناة على المواطن. لكن الحقيقة زي ما قلنا مرة أخرى، الاستجابة كانت ضعيفة وبطيئة وأحيانا معدومة. وكشف السراج خلال لقاء أن رئيس مجلس النواب هدد في مجالس ولقاءات مع أطراف خارجية ومحلية بعدم منح الثقة لأي حكومة مقبلة، في الوقت الذي يعكف المجلس الرئاسي على مشاورات تلك الحكومة. هنا نقطة الخلاف الأساسية، ورغبة بعض أطراف في أن تؤول صلاحيات القائد الأعلى أما ترجع إلى المجلس النواب، أو أن يدخل فيها أطراف أخرى كقيادة العامة للجيش السيد خليفة حفتر، أو ممثلين على المجلس الرئاسي، أو رئيس المجلس النواب مرة أخرى، يتكون مجلس أعلى للدفاع والقائد الأعلى. يعني في عدة مقترحات لم يتم البت فيها. ملفات كثيرة يؤكد السراج أنها تشكل أولوية لحكومته، منها إعمار مدينة بنغازي وفرض الأمن في العاصمة وإجراء مصالحة وطنية شاملة وعودة المهجرين، داعيا في الوقت نفسه المواطنين إلى التحلي بالصبر والاحتكام إلى العقل ونبذ الخلافات. إذن فرض الأمن وإجراء مصالحة وطنية شاملة وعودة المهجرين وإعادة إعمار مدينة بنغازي، ملفات كثيرة تحدث عنها السراج في لقائه. سيد صلاح البكوش، في البداية، هل يمكن القول أن رئيس المجلس الرئاسي قدم خطة عمل لحكومته للتعامل مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تنتظر هذه الحكومة؟ لا أعتقد أن السيد السراج قدم خطة عمل، ربما قدم لنا خارطة لأهم العراقيل التي تواجه حكومة الوفاق، ومنها السياسة النقدية للمحافظ
مصرف ليبيا المركزي الحالي، ومنها أيضا خليفة حفتر وإصراره على أن يكون الجيش أو القوات المسلحة الليبية خارج سيطرة السلطة السياسية، والعرقلة التي يقوم بها عقيلة صالح والأقلية داخل مجلس النواب لعملية التقدم في المسار السياسي. هذا ما قدمه السيد السراج أعتقد، ولم يقدم أي خطة عمل. طيب، هو سنأتي في نقاشنا بالتأكيد على كل هذه الجزئيات إذا سمح الوقت، ولكن بشكل من الإيجاز يعني سيد البكوش، برأيك ما تطرق إليه السراج في اللقاء التلفزيوني، هل كان يعني وصفا لاستراتيجيات تعامل المجلس الرئاسي مع كل هذه الملفات، أم أنها كانت عملية مكاشفة ومصارحة ربما لكافة الليبيين بواقع الحال الذي يعيشه المجلس الرئاسي، أو أنها ربما في إذا ما رفعنا مستوى الوصف ربما نوعا ما ربما فتحا للنار على بعض الأطراف التي تعرقل عمل المجلس الرئاسي؟ كيف تصف يعني في خط عريض، كيف تصف ما تطرق إليه السراج من مواضيع في هذا اللقاء؟ أعتقد ما قام به السيد السراج هو تقدم يعتبر للسيد السراج على طريق المكاشفة وعلى طريق توضيح ما هي العراقيل التي تواجه الحكومة، بدل الكلام عن أشياء عمومية. أعتقد أنه حدد قضية مشكلة بناء الجيش، وهي خضوع أي قوات مسلحة للسلطة السياسية، وهو ما يعترض عليه خليفة حفتر، وأيضا قضية حكومة الوفاق وما يقوم به عقيلة صالح من وضع عراقيل في طريقه. أعتقد أن هذا أصبح يؤكد أن السيد السراج أصبح حدد ما هي العراقيل، وربما نتمنى أن يكون قد حدد أيضا أنه يجب التقدم إلى الأمام وعدم الوقوف أمام هذه العراقيل. طيب، على كل أي كان التوصيف، يعني من الواضح بأنك ترى بأن هذا التطرق إلى هذه المواضيع بهذا الشكل يعد تحركا إيجابيا يحسب للسراج. بكل تأكيد. طيب، سيد مفتاح لملوم، من جانبك كيف تقيم رؤية السراج للوضع الراهن والحلول التي قال بأن الرئاسة يتعامل من خلالها مع الأزمات على الأصعدة الاقتصادية والسياسية وأيضا حتى الأمنية؟ تحياتي لك أخي خالد ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة ليبيا الأحرار. نعم، أنا أنظر إلى ما جاء في خطاب أو لقاء السيد السراج على أنه اعتراف كان المفترض أن يأتي منذ فترة طويلة، أن من يأتي بعد 8 أشهر من دخوله أو 7 أشهر من دخوله العاصمة وقرب انتهاء السنة الأولى من البرنامج الذي فوض من أجله، وربما يجدد له سنة ثانية، ولكن عندما يضع كل هذه العراقيل وتحدث عن العراقيل التي تواجه المجلس الرئاسي وحكومة المفوضة في هذه اللحظات بالذات، بعد يعني مثل ما يقول الأخ بعد خراب مالطا، السيد السراج يعي تماما أنه جاء بتفويض من المجتمع الدولي ومن وثيقة الصغيرات على المناصب السيادية شاغرة. وعندما يقول السيد الصديق الكبير لم يتجاوب معنا في عدة قضايا أو اقتراحات طرحناها ولكنه لم يستجب، ألا يعتقد السيد السراج على أنه يمتلك سلطة تغيير السيد الكبير؟ رئيس المصرف أو مدير المصرف أو محافظ المصرف المركزي لا تجاوب عن مجلس الرئاسي ولا تجاوب عن الحكومة، وسلطة تغيير في يد رئيس المجلس الرئاسي أو رئاسة المجلس الرئاسي، ويتلكا السيد السراج في اتخاذها، فأعتقد أنها يعني مأساة توحي بأن سيد السراج بكل تأكيد غير قادر. لكن أعذرني المقاطعة سيد مفتاح لملوم، لماذا فهمت من هذا التصريح أن السراج يتلكأ في اتخاذ هكذا قرار، ولم تفهم بأنه ربما غير قادر أساسا على اتخاذ القرار في هذا الاتجاه؟ هو يتلكأ، يعني حطيتها بشكل محترم شوية، هو غير قادر في واقع الأمر، هو غير قادر على أن يتخذ هذا القرار، لأن القرار بيد السيد السراج في حل مشكلة المصرف المركزي وفي حل مشكلة تلك حفتر أو عناد حفتر وفي كثير من المشاكل التي يعاني منها الشعب الليبي، والقرارات التي كان من السيد المستوجب على السيد السراج والمجلس الرئاسي أن يتخذها لحل كل هذه المشاكل. ولكن نحن نعرف أن قضية عمل السيول عندما تحدث عن 24 مليار دينار ليبي
خارج المصارف، مخزنة عند التجار أو مخزنة عند أصحابها. ألا يعرف السيد الكبير أن من حتى من يعني درس المراحل الأولى في الاقتصاديات أو الاقتصاد أن المشكلة طبع عملة أخرى لا يحل هذه المشكلة، وإنما الحل هو في تغيير عملة، وكان بإمكان السيد السراج أن يصر على تغيير فئة الورقة 20 دينار والعشرة طيب دينار لو تغييرها. طيب قبل التفصيل مفتاح سيد مفتاح لملوم، يعني حتى ننتقل لبقية الضيوف، إجمالا وباختصار كيف تقيم كل ما طرحه السراج من يعني عقبات ومن تعامل الرئاسي مع تلك العقبات والحلول التي قدمها؟ أحلام وردية، لأن الحديث عن إعادة إعمار بنغازي وتأسيس الجيش والحديث عن أشياء كثيرة تحدث عنها سيد السراج، هذه لن تنتهي حتى في زمن ولايته الثانية أو السنة الثانية من ولايته، وبالتالي طيب. عندما يعدنا بالمصلحين لا أعتقد أنه قادر على ينفذ شيء من هذه الأشياء. طيب سيد خالد الشارف، وعلى ما أعتقد أن السيد خالد الشارف التحق بنا عبر اتصال هاتفي وليس عبر سكايب لظروف فنية، على كل أرحب بك سيد الشارف، وسؤالي لك في الجانب الأمني، يعني السراج قال بأن ملامح دور الحرس الرئاسي ستظهر خلال شهر في تقديره هو، برأيك هل يمكن أن يشكل هذا التطور في حال تحققت هذه الرؤية، هل يمكن أن يشكل فارقا في المشهد الأمني في العاصمة وفي عموم البلاد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أهلا بك وبكل ضيوفك الكرام وكل مشاهدين قناتكم المحترمة. الحقيقة من الجانب الأمني وتصريحات السيد السراج على الجانب الأمني، يعني تقييمي لكل ما صرح به السيد السراج الحقيقة لا يعلو إلى سقف كونه رئيس الحكومة أو رئيس الحكومة التوافقية أو رئيس المجلس الرئاسي. ملامح الحرس الرئاسي، ملامح الحرس الرئاسي التي نبه بها أنها ستكون في الفترة القادمة، سؤالي هنا هل هو توازيا مع قوة الجيش؟ هل هناك دولة داخل دولة؟ هل هناك مؤسسة عسكرية موازية للمؤسسة العسكرية الأم وهي الجيش أو نواة الجيش التي كان على السيد السراج أن يعني يبنيها ويضع لبنات هذه المؤسسة مع قادة الجيش الذين موجودين الآن على الساحة رغم اختلافهم السياسي، ولكن تظل هذه المؤسسة المفروض أن هي تكون خارج هذه الصراعات السياسية. أما الحرس الرئاسي، ماذا سيقوم الحرس الرئاسي؟ يعني أنا أتعجب كثيراً أن يصدر عن مجلس الرئاسي الحرس الرئاسي أو تكوين الحرس الرئاسي، وكما نعلم أن هذه المؤسسات التي تخرج أمنيا في صلب دولة أو تأسيس دولة لابد أن تخرج من رحم البرلمان وأن يكون لها قرار برلماني تشريعي وليس رئاسي، فكل مجلس رئاسي يأتي أو كل مجلس دولة يأتي ويضع مجلس يضع حرس له وبتسمياته ستشكل ميليشيات. هو سيد الشارف اعذرني المقاطعة، يعني بعيدا عن نقطة إذا ما كانت هذه الخطوة صائبة أو غير صائبة من المجلس الرئاسي، لكن في النهاية بحسب تصريحات السراج فإن الجهاز تشكل وملامح دوره على الأرض ستظهر في غضون شهر كما يقول، هل يمكن أن يشكل هذا فارقا أمنيا أو لا؟ يعني الفارق الأمني، يعني أنا لا أعتقد أن هذا الجسم الذي سيخرج سيشكل فارقا أمنيا، بل هو سيدخل في حلبة الصراع السياسي القادم، وأعتقد أن المشهد سيكون معقد أكثر. ستتذكر هذا الكلام جيدا سيدي. طيب سيد سليمان البرعصي، أيضا في الجانب الأمني والعسكري السراج أكد أنه مستعد للقاء حفتر أو أي شخصية عسكرية أخرى في سبيل حلحلة ملف المؤسسة العسكرية والجيش، برأيك هل تمثل هذه التأكيدات وهذا الاستعداد تحولا في موقف سابق أم أنه موقف قديم جديد؟ السراج قابل السيد حفتر من حوالي 16 في بداية تكوين المجلس الرئاسي ولم نرى شيء على الأرض. الفكرة ليست في اللقاءات أو في الأسماء التي تظهر، الفكرة فيها النتائج والأحداث من هذه اللقاءات. أعتقد أن اللقاء بالسيد حفتر يجب أن يكون له أسس معينة ومطالب معينة من كلا الطرفين يجب على كل طرف الالتزام بها. ما يتم مع السيد حفتر وما يتم مع الحرس الرئاسي وما يتم مع الأطراف الأخرى هي من تحدد نجاح السيد السراج أم لا. اللقاء في حد ذاته لم يكن نجاح. الأهم من ذلك ماذا سيكون
بعد اللقاء عن ماذا يريد من لكن لا تجد أن صيغة التعميم التي وردت في التصريح عندما يقول بأنه مستعد للقاء أي شخصية عسكرية فيها نوعا من التطور، أم أن هذا الموقف موقف قديم من السراج؟ أعتقد أنه كان موقف قديم، يعني أنه هو قابل حسر في خلال 16 ماضي. لا أقصد فيما يتعلق بصيغة التعميم عندما يقول بأنه مستعد لمقابلة أي شخصية في المشهد العسكري، هل في هذا أي تطور برأيك؟ لا أعتقد أن هناك أي تطور، هذا كلام من السيد السراج، وأنا أقدر الموقف الموجود في السيد السراج. السيد السراج وضع في محرقة كبيرة، وأعتقد أن الكاريزما في السيد السراج تريد دولة مستقرة، دولة ذات مؤسسات، وليس دولة منهارة تتجاذبها جميع الأطراف السياسية والعسكرية. الحل في ليبيا حل ربما لن يكون عن طريق الجلوس البعيد والمناورات بين الدول والاجتماعات خارج ليبيا. أعتقد أن الحل في ليبيا يجب أن يكون وجه إلى وجه مباشر، وضع المطالب على الطاولة بكل وضوح وشفافية، الابتعاد عن أكاذيب التي يستعملها السياسيين الليبيين بوضع أشياء غير منطقية غير قابلة للتحقق. أعتقد أنه إذا كان السراج قادر على وضع هذه المطالب على الطاولة، وضع جميع مطالب الأطراف المتقاتلة والمتناحرة على الصلبة في ليبيا. طيب في رأيك وفي عجالة حتى أعود إلى بقية الضيوف، يعني إذا لماذا جاء هذا التصريح من السراج؟ هل هو أعلان تبرئة ساحة للمجلس الرئاسي بأنه فعل كل ما يجب عليه فعله في هذا المجال، أم أنه تحديد للمسؤوليات في مواجهة عموم الشعب؟ يعني أعتقد أن ربما تكون لتبرئة الساحة أو إيصال انطباع معين، أن حضوره لمنطقة الجيش الأسبوع الماضي كان في إطار الجلوس مع الكل والسماع إلى الكل. طيب. حتى لا تحسب عليها حضوره إلى منطقة الجيش الأسبوع الماضي الذي أقضى في طرابلس. طيب سيد صلاح البكوش، هل يمكن القول الآن بأن السراج بإعلانه هذا الموقف، يعني عندما يقول بأنه مستعد لمقابلة أي شخصية عسكرية من أجل حلحلة الملف العسكري في البلاد، هل بات السراج بهكذا موقف طرفا محايدا يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف العسكرية؟ أعتقد خالد أن قبل أن نمضي قدما في هذا الحوار، نعم، يجب أولا أن نتفهم ما هي طبيعة عمل السراج. يجب أن نتفهم أن هناك مجلس رئاسي وليس رئيس. السيد السراج صلاحياته حسب الاتفاق السياسي ثلاث: تمثيل ليبيا في المحافل الدولية، استقبال أوراق اعتماد السفراء الأجانب، وإدارة مجلس الوزراء، جلسات مجلس الوزراء. السيد السراج ليس من حقه التفاوض، وليس من حقه إعطاء أي تنازلات، وليس من حقه تغيير الاتفاق السياسي. وعلى هذا الأساس يجب علينا جميعا أن نتفهم هذا السياق، وهو نفس السياق الذي يجد فيه المجلس الرئاسي في البوسنة المكون من ثلاث شخصيات، والمجلس الرئاسي في العراق المكون من كردي وسني وشيعي نفسهم فيه، وهي أن ليس من السهل اتخاذ قرارات، وليس من السهل أن تشير إلى طرف واحد، لأن هناك عدة أطراف. ثانيا، هل تقصد قبل أن تذهب إلى ثانيا سيد البكوش، هل تقصد بأن السراج بتصريحاته هذه تجاوز صلاحياته المنصوص عليها؟ لا، أنا أعتقد على الذين يلومون أن السراج ما قال شيء وما قدمش حلول وما قدم، يجب أن يأخذوا بعين الاعتبار طبيعة المجلس الرئاسي. السيد السراج لا يستطيع أن يتقدم إلى الأمام خطوات ويترك وراءه أعضاء المجلس، وهم كما تعرف خالد على نقيض من بعضهم البعض في بعض الحالات وفي نقاط مهمة.
ولكن قصة اللقاء مع حفتر هذا ليس بجديد، والسيد السراج يقول ما يقوله أعتقد معظم أعضاء المجلس الرئاسي، وهو نحن مستعدين للجلوس مع الجميع. ولكن اتضح، وأعتقد حديث السيد السراج وضح ذلك، أن هناك ثلاث نقاط خلاف رئيسية مع حفتر. أولا إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، وهذه ليست من صلاحيات السيد السراج. ثانيا إرجاع سلطات القائد الأعلى إلى مجلس النواب وعقيلة صالح، وهذه ليست من صلاحيات السراج. وثالثا وهو ما يصر عليه السيد السراج وهو محق في ذلك، هو أن السيد حفتر لا يريد للقوات المسلحة أن تقع تحت سلطة القيادة السياسية، وهذا ما لا نقبل به، وهذا هو أحد أهم الأسباب التي قامت من أجلها ثورة 17 فبراير. إذا كنا نريد ونصر على قيام دولة ديمقراطية مدنية، لا يمكن أن نسمح للجيش بأن يكون خارج السلطة السياسية. طيب السراج عندما تقول بأنه يشير إلى النقاط الثلاث هذه ويبدي استعداده لمقابلة أي شخصية عسكرية لحلحلة العقد التي تحول دون حل يعني الإشكاليات التي تتعلق بالمؤسسة العسكرية، لماذا يعلن؟ هل يمكن أن يكون قد أخذ بزمام المبادرة ممثلة لكافة أعضاء الرئاسي للتحاور مع هذه الشخصيات والبحث معها عن حلول في النهاية ترضي الجميع؟ لا، أعتقد أن جزء من ذلك هو ما تفضلت به، وهو الإعلان على أنه مستعد للحوار إذا كان الفريق الطرف الآخر مستعد للحوار. ولكن كما تعلم السيد حفتر يعتقد أنه مضيعة للوقت الجلوس مع أي مدنيين، وعلى هذا الأساس وكإثبات لهذه النقطة، أنت تعرف أن السيد حفتر لم يمثل أمام مجلس النواب الذي عينه أكثر ربما منذ عامين، لم يمثل أمامه أبدا لاعتقاده بأن مضى وقت، بل أن رئيس الوزراء والقائد الأعلى السيد عقيلة صالح يحجون إلى المرج وهو لا يأتي لهم. طيب يعني وكأنك تقول هنا بأن ليس المهم هو أن يبدي السراج استعداده للقاء حفتر، وإنما الأهم من ذلك أن يبدي حفتر استعداده للقاء السراج. بالطبع لم يبدي حفتر أي قابلية للنقاش. طيب هذه واضحة. لم يعلن موافقته على مبدأ أساسي وهو خضوع القوات المسلحة للسلطة السياسية. هذا شيء مهم. مبدأ مهم يجب أن يوافق عليه حفتر قبل الدخول في أي مفاوضات. طيب سيد مفتاح لملوم، في تقديرك إذا سلمنا بمسألة أن السراج قد يكون أخذ بزمام المبادرة معتبرا نفسه ممثلا لكافة أعضاء الرئاسي للتحاور مع بعض الشخصيات العسكرية التي يرى بأنها ربما تعرقل تنفيذ الاتفاق السياسي، برأيك ما مدى قدرة السراج على تقديم مقاربة أمنية لاحتواء كافة القيادات العسكرية حتى الجدلية منها؟ أستاذ خالد، دعنا نتكلم بصراحة. السيد حفتر رافض بشكل قاطع أن يتنازل لسيد السراج، وقد رفض أن يلتقي به، وقد رفض أن يلتقي حتى بكوبلر وغيره. السيد حفتر لا زال مصرا على أنه في ويسعى إلى انقلابه، إلى أن تعود السلطة إليه. لا يعترف لا بسراج ولا بمجلس ولا ببرلمان ولا بمجلس رئاسي. لكن هذا لا يمنع أن نناقش الموقف من جانب رؤية السراج وليس من جانب رؤية حفتر. السراج عليها أن يفهم الآن، يعني 17 وأكثر إلى حد الآن ولم يفهم عقلية خليفة حفتر. خليفة حفتر يعد لانقلاب عسكري، خليفة حفتر يعد لاغتصاب السلطة بقوة السلاح، وبالتالي كل محاولات السراج والمجلس الرئاسي في أن يستميلوا حفتر وأن يستردوا حفتر ستفشل بكل تأكيد. مثلا هناك أمور كثيرة أصبحت واضحة للعيان، وعلى السيد السراج وعلى المجلس الرئاسي، ونحن نعرف أن السيد السراج لم يمتلك السلطة بكاملها في يديه، وأنه عليه أن يستعين بالمجلس الرئاسي، وكانت هناك فرص للسيد السراج على أن يحوز أغلبية في اتخاذ بعض القرارات، ولكنه لم يستغلها حفاظا على توازنات وحفاظا على عدم تشظي المجلس الرئاسي. ولكن هل بالإمكان أن نقارن تشظي المجلس الرئاسي مقابل تشظي ليبيا؟ بكل تأكيد تشظي ليبيا هو أخطر
بكثير من تشظي المجلس الرئاسي، لأن العناصر المعرقلة لمسيرة المجلس الرئاسي هي عناصر لا تسعى على الإطلاق لأن تصل بليبيا إلى بر الأمان، وإنما تريد أن تفرض إملاءات معينة وعند أهداف. لكن هذه الرؤية التي تطرحها سيد لملوم وعذر المقاطعة يعني تجعل تصريحات السراج في هذا السياق تنم إما عن شخصية تجهل طبيعة وحقيقة الوضع، أو أنها تحاول ربما إخفاء أو مواربة بعض الأشياء وعدم إعلانها بشكل صريح. السيد السراج خرج في هذا اللقاء نتيجة لأن هناك ضغوط كثيرة تمارس عليه، ليس من قبل المجلس الرئاسي ولكن من قبل ناس سبق ونأيدوه وحموه ودافعوا عنه، ووعدوا الليبيين بأنه سيكون على يد السيد السراج حل مشاكل ليبيا وعلى المجلس الرئاسي واتفاق الصخيرات حل كل هذه المشاكل التي عانينا منها خلال السنوات الماضية. ولكن يبدو أن السيد السراج أمام هذه الضغوط اضطر لأن يخرج في هذا اللقاء أولا ليشير إلى الصعوبات التي يواجهها كرئيس مجلس رئاسي والمجلس الرئاسي بكامله، وأنه في نهاية الأمر ربما هي مسألة إخلاء طرف، ربما هي إخلاء ذمة، ربما هي الحديث على أنه الإنسان يعني ليس لديه أبدأ من مكان، وبالتالي هي رسالة موجهة لمن ينتخبون السيد السراج ويطالبونه بأن يحدد معالم الطريق، ولكنه لم يحدد معالم الطريق. يعني مرة أخرى عذر المقاطعة، يعني حتى نكون محددين أكثر سيد مفتاح لملوم، يعني وكأنك تقول بأن السراج ظهر في هذا اللقاء فقط من أجل الظهور، وأنه فقط تكلم بكل هذه التصريحات ليملأ وقت اللقاء فقط. يعني قد يبدو هذا غير منطقيا سيد لملوم. ليس هذا، هناك مؤامرة تحاك، وهناك من يريد أن يغتصب السلطة، وهناك من يريد أن يدافع عن هذه السلطة. فبراير وثوار فبراير بكل تأكيد لن يقفوا مكتوف الأيدي أمام محاولات حفتر ومن هم وراء حفتر ومن يدعمون حفتر لأن يغتصبوا السلطة أو أن يقسموا ليبيا، وهذا واضح وصريح. والمثل الآن يعني نحن أمام أمرين، إما أن المجلس الرئاسي لا قبل أن تذهب إلى هذا المستوى، ما علاقة كل هذا بظهور السراج وتصريحاته؟ السراج مثل ما قلت تعرض إلى ضغوط، السراج مطالب بأن يبين بعد 7 أو 8 أشهر من وصوله إلى ماذا قدم. طيب. عليه أن يحدد معالم الطريق، ولكن السيد السراج ليس لديه الإمكانية لأن يحدد معالم الطريق للمرحلة القادمة للسنة القادمة التي ستجدد له. وهذا الكلام يعيدنا لنفس الفرضية أن السراج ظهر فقط لمجرد الظهور، وأنه تكلم فقط ليملأ وقت اللقاء التلفزيوني. لا، السيد السراج ما تحدث عنه يستحيل أن بإمكانه أن يحققه على الإطلاق. طيب. ربما قد يحقق بناء المجلس الرئاسي، ولكن إعادة بناء الجيش هي مثلا ليست في شهر أو شهرين أو ثلاثة، مثلا إعادة بناء الجيش قد تستغرق أشهر كثيرة. طيب، واضح. لا يمكن أن يحقق كل ما وعد به. وضحت فكرتك تماما. القادمة يعني. نعم، سيد شارف، في الجانب السياسي السراج قال بأن رئيس البرلمان هدد بعدم منح الثقة لأي تشكيلة حكومية يقدمها المجلس الرئاسي مستقبلا، وهذا يأتي بالتزامن مع المساعي التي يبذلها الرئاسي للوصول إلى تشكيلة حكومية توافقية تنال ثقة المجلس. برأيك إلى أي حد يكشف هذا التصريح عن طبيعة العلاقة بين الطرفين، السراج كرئيس للمجلس الرئاسي وعقيلة صالح كرئيس لمجلس النواب؟ السيد السراج في بتصريح أن السيد عقيلة هدد بعدم تمرير الحكومة القادمة، أريد أن أسأل السيد السراج من هو عقيلة صالح؟ هو رئيس البرلمان وهو يمثل صوت من ضمن 186 أو 168 صوت من أعضاء البرلمان. يعني السيد عقيلة ليس له إلا صوت واحد يعادل صوت أصوات أي برلماني آخر. لكن هناك اعتبارات واقعية تقول بأن السيد عقيلة صالح كرئيس لمجلس النواب هو يعني يأتي في قيادة رئاسة المجلس التي ربما في يدها أن تسمح للمجلس بالانعقاد أو تحول دون عقد جلسات لهذا المجلس، وبالتالي ربما ما تطرحه قد لا يطابق واقع الحال، خاصة أن هناك لا سيد خالد، نحن أنا أتكلم من ناحية تشريعية، أن السيد السراج عندما السيد عقيلة عندما لا نريد كلام من جانب عملي، يعني شيء يقبل تطبيق واقعيا، أن السيد السراج ليس حجة أنه لا يقدم حكومة من أجل تصريح السيد عقيلة صالح. كان على السيد السراج
وضع أسماء حكومة القادمة، إذ كان هو سابقا وهو فعلا جاد هو والمجلس الرئاسي في تشكيل حكومة توافق عليها كل الليبيين من خلال برلمانه التشريعي. وكان بالأجدى أن يضع السيد السراج البرلمان في موقف محرج، بدلا من تصريح لا يأتي ولا يسمن من جوع، يعني للأسف الشديد لا يغني ولا يسمن من جوع. وللأسف الشديد حجة السراج في أن عقيلة صالح هدد عدم تمرير الحكومة ما هي إلا واهمة، وهي فقط يدل على عجز السراج إلى تكوين حكومة حقيقية يتوافق عليها البرلمان. لكن مسألة أن هو يقول أن السيد عقيلة صالح، عقيلة صالح شخص في البرلمان لا يمثل إلا نفسه ويمثل صوت واحد، حتى ولو كان السيد عقيلة يتبع كتلة معينة داخل البرلمان أو له قوة من الكتلة التي تعارض تمرير الحكومة، كان على السراج أن يضع هذه الحجة أمام الليبيين جميعا وأمام المجتمع الدولي أنه قدم أسماء. ولكن للأسف السراج عجز أيضا عن تقديم هذه الأسماء، ولم يقدم السيد السراج أي أسماء. وأعتقد أن ما يقدمه الآن السيد السراج وتصريحاته الأخيرة هو يعني نحن كان الشعب الليبي بالأجرة يعني بالأجرة أن السيد السراج كان يقوم بالأمس استقالة علنية على الهواء مباشرة لأنه عجز ويقول أن هناك صعوبات لتمرير كل البرامج التي كان يخطط لها هو ومجلسه، فكان من الأجدى أنه يقدم استقالته ويقدم عذارا للشعب الليبي على طيلة هذه السنة الماضية، وليس كلام فقط وتصريحات لا يرى الشعب الليبي من خلاله النور في المدة القادمة. يعني تقول كان الأجدر بالسراج أن يقدم استقالته بدل أن يقدم تبريرات أنت لا تقبلها تراها غير منطقية. نعم أنا هذا طيب اسمح لي أن أنتقل بهذه النقطة إلى السيد البرعصي. يعني السيد سليمان البرعصي عندما يقول رئيس المجلس الرئاسي بأن عقيلة صالح يهدد في مجالس خاصة وعامة ولقاءات مع أطراف داخلية وخارجية بأنه لن تمنح الثقة لأي حكومة مقبلة، برأيك هل يأتي هذا كما يرى خالد الشارف كتبريرات غير مقبولة كما يقول هو، أم أن هذا تصريحا وإعلانا يضع الكرة في ملعب عقيلة صالح ويجعله في مواجهة مباشرة ربما مع المواطن الذي ينتظر حكومة وحدة ترفع عن كاهله عبء الأزمة المعيشية التي يعانيها الآن وباتت خانقة تقريبا بإجماع الكل؟ أول شيء أنا نعترف أن عقيلة صالح رجل داهية ورجل غير سهل، وقد حقق بعض الانتصارات السياسية على خصومه، يجب أن نعترف بذلك. ولكن القول من السراج أن عقيلة صالح قال أعتقد أن هذه ممحكة سياسية من الطرفين. عقيلة صالح له الحق أن يقول ما يشاء، ولكن السيد السراج حتى الآن منذ أن رفض البرلمان الحكومة السابقة لم يقدم أي تشكيل وزاري. السيد السراج حتى الآن لم يستطيع جمع أفراد المجلس الرئاسي على كلمة واحدة وكلمة سواء في أي قضية كانت، في قضية كهرباء، في قضية الأمن الحرس الرئاسي، في قضية الكرامة، لم يستطيع حصول اتفاق بين 9 أشخاص. فلماذا هو يطالب من السيد عقيلة صالح أو الآخرين بأن يعطوا الثقة في البرلمان أو الثقة في الحكومة؟ ربما كإجابة عن هذا السؤال، يعني ربما تجد من يقول بأنه الآن أعطى الوقت الكافي لهؤلاء للالتحاق بالمجلس الرئاسي ودعم المجلس في مواجهة استحقاقاته، وأنه الآن يأخذ خطوة إلى الأمام تاركا من يعرقل عمل المجلس وراءه. لماذا لا يكون هكذا هو الواقع؟ الواقع لأن طريقة هيكلة المجلس الرئاسي لا يمكن لها أن تسير بدون هؤلاء 9، فإذا انسحب 2 أو 3 من المجلس الرئاسي الكل الآخرين الذين يمثلون هؤلاء الأشخاص المتحدون سيقولون نحن لا يمثلون الاتفاق السياسي. يجب أن نعرف ذلك، اللعبة السياسية في ليبيا الآن هناك قوة مسيطرة على الأرض ومناصفة، هناك قوة حاكمة في نصف ليبيا سواء في شرق البلاد أو في غرب البلاد. هؤلاء يجب أن يكون لهم وضع، يجب لهم أن لهم أطماع في الدولة الجديدة. إذا لم نستطيع التوفيق بين هذه الأهداف والطموحات والأطماع
لن يكون السيد السراج القدرة على المضي جنوبا. الاتفاق السياسي، أعتقد أن الاتفاق السياسي بحاجة إلى تغيير. إذا استمر الوضع خلال هذه الأشهر القادمة، الشهرين القادمين أو الثلاثة القادمين، بهذا الانسداد السياسي بدون أي إنجاز على الأرض من السيد السراج أو من المجلس الرئاسي ككل، أعتقد أننا سنكون أمام تغيير اتفاق سياسي، اتفاق آخر ربما يكون وفق أي آلية أو أي رؤية ربما تطرح هذا الرأي. سيد سليمان البرعس، يعني أنت ترى بأن في حال استمرار هذا الوضع وعدم قدرة الرئاسة على تغيير الأوضاع على الأرض، يجب أن يتم تعديل أو تغيير الاتفاق السياسي كما تقول. وفق أي رؤية يمكن أن يتم هذا التعديل أو التغيير؟ أنا من أنصار أن الآن بعد 5 سنوات والدمار الذي حدث في ليبيا ورؤية القوى السياسية الغير حقيقية على الأرض، أعتقد أننا يجب أن نتعاون، أن يكون الحوار بين من هو مسيطر على الأرض، الذين لهم أطماع على الأرض. كلنا يعرف أن الكرامة بممثلة في خليفة حفتر لها أطماع على الأرض، مصراتها لها أطماع على الأرض، التيار الإسلامي السياسي له أطماع ورؤية لليبيا تختلف عن الآخرين. أعتقد أن هؤلاء يجب أن يجلسوا على طاولة واحدة، أن لا يكذبوا علينا، أن يقولوا نحن نريد السلطة، نريد أن نحكم ليبيا، ولكن الآن سنحكمها بطريقة جماعية تحفظ المواطن، تحفظ أمن ليبيا، تحفظ سلامة الدولة الليبية، وتحفظنا من القتل. الذي يحدث الآن هو القتال بين 3 قوى كبيرة على الأرض، مصراتة والكرامة والإسلام السياسي، سواء ممثل في الحركة الإخوان المسلمين أو في التيار الجهاديين والشيخ. لكن في خط آخر سيد البرعسي وعذر المقاطعة وفي عجالة لو تسمح، يعني إذا كان المجلس الرئاسي جمع أشخاص أو شخصيات تمثل الأطراف المتصارعة على الأرض والأطراف المتصارعة سياسياً، ألا يكفي هذا الحوار وهذا التفاوض وما أنتجه من اتفاقات وأجسام يفترض أن تباشر مهامها المكلفة بها وفقا للاتفاق المنصوص عليه؟ ما الذي يمكن أن يجدي نفعا أكثر من هكذا حوار وهكذا أطراف تحاورت لتنتج هكذا اتفاق؟ الحوار يجب أن يكون بين المؤثرين شخصيا بطريقة مباشرة، لا يكون عن الممثلين، بين الأطراف العسكرية هو الموجودة على الأرض بشكل مباشر. طيب سيد صلاح البكوش، هل يمكن، يعني بالعودة إلى تصريحات السيد السراج يعني حتى لا نبتعد عنها كثيرا، هل يمكن ربما تلمس ملامح استراتيجية تعامل السراج مع عقبة منح الثقة للحكومة قياسا إلى إعلانه أو إلى تصريحه بتهديدات عقيلة صالح بعدم منح الثقة كما قال هو؟ نعم، أنا أقول لك خالد، أنا بدأت أشعر بالإحباط من هذه المقترحات التي يقترحها ضيوفك. على سبيل المثال السيد الشارف يقترح أن الأجدر بالسراج أن يقدم استقالته، والسيد البرعسي يقول لك والله خلينا نجيب حفتر ومصراته والإسلام السياسي وخلوهم يجمعوا مع بعضهم ويدرون اتفاق جديد. هذا شنو كلام هذا؟ هذا منين هذا؟ هذا كيف؟ للأسف فقدنا الاتصال مع السيد صلاح بكوش، بالتأكيد سأعيد إليه ذات السؤال متى توفر مرة أخرى معنا. سيد مفتاح لملوم، في ذات السياق، عقبة منح الثقة وتصريح السراج بأن رئيس مجلس النواب بشأن إصراره كما قال السراج طبعا عدم منح الثقة لأي تشكيلة أيا كان شكلها في المستقبل، كيف تفهم تطرق السراج إلى هذه النقطة بهذا الشكل تحديدا؟ أنا سبق وأن قلت في الحكومة الأولى أن مجلس النواب لن يمنح الثقة للحكومة التي تقدم بها السيد السراج، ومن يقول أن عقيلة صالح يمثل صوت في البرلمان أعتقد أنه لا يدرك تماما ما يقول، لأن عقيلة صالح والكتلة التي معه 14 واحد تغلب صوتهم على صوت 102 نائب في وثيقة خطية بتوقيعاتهم منحوا حكومة الوفاق الثقة عندما تقدم بها البرلمان،
وتغلب في النهاية صوت عقيدة صالح وال14 وأصروا أن هذه الثقة التي منحت لهم وأصبحت وثيقة من وثائق الأمم المتحدة غير نافذة وغير فاعلة ولا تساوي شيء. لكن إذا هذه الحجة سيد لملوم، السيد خالد الشارف يقول بأنه حتى وإن كانت هذه الفرضية يعني واقعة فعلا، كان بإمكان السراج تقديم تشكيلة حكومية مقترحة إلى مجلس النواب وانتظار أن يرفضها عقيلة صالح ليضعه أمام مسؤولياته في مواجهة عامة الليبيين. نعم هذا صحيح، هذا صحيح، وأنا أردت بس أن أشير إلى الحجم قدرة عقيلة صالح وتأثيره داخل البرلمان، وبالتالي القول بأن عقيلة صالح لا يتمتع بنفوذ داخل البرلمان وبإمكانه أن يعطل، وقد فعلا استطاع أن يعطل انعقاد جلسة علنية بنصاب قانوني لإعطاء الثقة للحكومة وأيضا ولتضمين الاتفاق السياسي للإعلان الدستوري. المسألة مثل ما قلت أولا وأخيرا لا تحلها هذه المفاوضات التي جرت أو الحوارات التي تحدث عنها بعض الضيوف. الحوارات هذه حوارات لم تكن مجدية لأسباب كثيرة. أنا لا أعتقد من نتحاور يمثلون الشعب الليبي ويمثلون ما يريده الشعب الليبي. إذا سمحت لي سيد لملوم، يعني لا نريد أن نوسع نطاق النقاش فيما يتعلق في جزئية تصريح السراج بأن عقيلة صالح يعلم في أكثر من مناسبة بأن أي تشكيلة حكومية تقدم إلى مجلس النواب لن تعطى أو لن تمنح الثقة. كيف تفهم هذا التصريح وكيف تقدر الخلفيات التي جاء هذا التصريح انطلاقا منها؟ يعني هل هناك نوعا من رفع مستوى المواجهة ما بين السراج وعقيلة صالح بإعلان السراج لهذا الأمر؟ لا أعتقد رفع درجة المواجهة بين الاثنين. كان من المفترض من السيد السراج أن يشكل حكومته ويتقدم بها المجلس البرلمان ويطلب من البرلمان أن يعقد في خلال 10 أيام من التقديم، وإذا لم ينعقد البرلمان تصبح هذه الحكومة حكومة نافذة تمارس سلطاتها بشكل هكذا. التصرف الصحيح إذا كان أراد السيد السراج أن يحرج البرلمان. إذن ما هي دواعي السراج لإعلان هذه التصريحات؟ هذه التصريحات هي تصريحات مثل ما قلت، السراج يتعرض إلى ضغوط كبيرة لمعرفة الكثير من الأطراف التي ساندته في البداية على أن يحدد مسيرته، وإلا الرجل أصبح فاشلا وبالتالي لابد البحث عن حل آخر. السيد السراج لا يمكن أن يستمر أكثر مما استمر دون أن يقدم شيء من الوعود التي قطعها على نفسه قبل أن يأتي إلى طرابلس. طيب متى نستمر في انتظار السيد السراج لأن يعالج مشاكل الليبيين والبلد الآن راح تتشدى ونرى الأمور تزداد سوءا يوم بعد يوم. هذه المسألة، هذا السيد السراج أراد أن يرفع الحرج عن نفسه، أراد أن يستعطف من سألوه ومن دافعوا عنه ومن دعموه في البداية. يعني أنت تطرح مسألة أنه يجب عدم انتظار السراج حتى يقدم الحلول لأن المعاناة كبيرة على الليبيين الآن نتيجة الظروف. لكن السؤال هنا يعني تجاوز الاتفاق السياسي وتجاوز المجلس الرئاسي وتجاوز السراج نفسه، هل سيغير واقع الحال بمجرد أن يتم تجاوز هذه المرحلة؟ على كل ربما نناقش هذه الجزئية في مناسبات قادمة سيد لملوم. المسألة لا بد من نسف كل الموجود على الساحة الآن والذهاب إلى ماذا؟ إعادة الأمور للشعب الليبي، انتخابات برلمانية جديدة. طيب الانتخابات كحل لإلغاء كل هذا الوضع القائم الآن. طيب سيد بكوش، عودة إلى موضوعنا الأساسي في هذه الحلقة وعودة إلى ذات السؤال، يعني الباحث عن ملامح استراتيجية السراج في التعامل مع عقبة منح الثقة أو العقبة التي تحول دون منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، كيف تقرأ هذه الجزئية في تصريحات السراج؟ أنا كما ذكرت عندما انقطع الاتصال أنا أشعر بالإحباط من ما يقوله ضيوفك الكرام. السيد لملوم يقول نجري انتخابات، وكما يقول المثل الأمريكي الشيطان يكمن في التفاصيل. كيف تبي تدير يا سيدي منوم الانتخابات؟ كي نحن لو نقدر ندير انتخابات قاعدين في الحصله هذه اللي حاصلين فيها توا، وين الانتخابات وين نحن؟ ثانيا السيد الشارف يقول لك من الاجدى ان يقدم استقالته. با السيد الشارف وقدم السيد السراج استقالته، هل تعرف ما الذي يقوله الاتفاق السياسي؟ استقالت الحكومه بالكامل، باش نديره بعدين؟ هل تعتقد ان مجلس النواب حيقفز مع مجلس الدوله ويتفقوا على حكومة جديدة؟ باهي. والسيد البرعسي يقول لك
خلينا نجيبوا الكرامة ومصراتة والإسلام السياسي ونقمعزوا ونطلعوا باتفاق جديد. يا سلام، سهلة هذه بك. من هو الإسلام السياسي اللي نبغى نجيبوه؟ وماذا عن التيار المدني؟ والسؤال الأكبر للسيد لملوم والسيد البرعصي والسيد الشارف، بينما نقوم بانتخابات ونقيل السراج ونجيب كرامة ومصراتة والإسلام السياسي يتفاوضوا، اللي بيجي اللي بيديره، وإلى متى سيستنوا حل من الحلول هذه أنها تنضج؟ أنا نقول لك يا خالد، أنا نقول لك القضية الآن، القضية الآن هي هل وصلت أغلبية داخل المجلس الرئاسي إلى قناعة بأن الجري وراء عقيلة صالح وحفتر هو مطاردة لسراب؟ وهل بناء على هذا الاعتقاد توصلت هذه الأغلبية إلى قناعة بأن عليها اتخاذ قرارات استثنائية؟ هذا هو السؤال. أنا أعتقد وأزعم بأن هذه الأغلبية بدأت تتبلور، وأن هذه القناعة تبلورت إلى حد كبير، وأن القرار بأن هناك حاجة إلى قرارات استثنائية أصبحت تتبلور. والدليل على ذلك هي الرسالة التي أرسلها المجلس الرئاسي عبر كوبلر إلى ما يسمى بالحوار السياسي الليبي، الذي قال فيها أنه يريد من الحوار السياسي الليبي أن يؤكد التزام عقيلة صالح بعقد جلسة كاملة النصاب وحرة لمجلس النواب للتصويت على الحكومة، وإلا سيتخذ قرارات استثنائية. أعتقد أننا بدأنا نقترب من تلك النقطة، ويجب يعني أن ننتظر ربما. يعني كأنك تقول بأن في إعلان السراج أن عقيلة صالح يجاهر بمسألة عدم منح الثقة لأي تشكيلة تقترح مستقبلا، وكأنك تقول بأن هذا التصريح من السراج يشي بأنه يتجه في هذا الاتجاه الذي تتحدث عنه الآن. بكل تأكيد أنا أعتقد أن هناك أغلبية داخل مجلس الرئاسي وصلت إلى قناعة بأنها بينما تصرف كل هذا الجهد في محاولة إقناع خليفة حفتر وإقناع عقيلة صالح، أصبحت تخسر في الأطراف الأخرى الليبية التي تدعم الوفاق السياسي وتدعم حكومة الوفاق. وعلى هذا الأساس أعتقد أن المجلس الرئاسي أصبح يعتبر نفسه في مرحلة خطرة جدا، وعليه أن يتخذ قرارات وعلى هذا الأساس إذا سمحت سيد بكوش أنت القول وفق رؤية التي تطرحها الآن بأن تصريح السراج في هذه الجزئية بالذات يمثل رسالة ربما تكون موجهة لبعض الأطراف. السؤال هنا لك في عجالة لو تسمح، إذا كانت فعلا هذه التصريحات رسالة موجهة لأطراف معينة، هل تكون هذه الأطراف داخل المجلس الرئاسي نفسه من المتأخرين عن الالتحاق بوجهة النظر أو بالقناعة هذه التي تقول بأنها باتت مترسخة الآن داخل المجلس، أو رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس النواب أو رئاسة المجلس ربما مجلس النواب؟ أنا أعتقد السيد السراج يتكلم باسم أغلبية داخل المجلس الرئاسي، وهي تقول الآن أننا حاولنا وها نحن نحاول من جديد، ومنها عقد جلسة للمجلس الرئاسي في تونس، والآن عقد جلسة في الأسبوع القادم. أوضحت هذا السيد بكوش استثمارا للوقت، برأيك لمن يوجه هذا الكلام؟ هذا الكلام لمن موجه؟ لعموم الليبيين كتبرئة ذمة وتحديد مسؤوليات، أم لأعضاء مجلس النواب، أم لأعضاء من المجلس الرئاسي نفسه؟ الجمهور المستهدف من هذه الرسالة هو الشعب الليبي، مجلس النواب والأطراف الدولية. طيب، لكي يحدد أننا نقوم بكل ما نستطيع، ولكن لا تلوموننا إذا اتخذنا خطوات استثنائية. طيب سيد الشارف، يعني في جزئية ختامية ربما لهذا الجانب من الموضوع، برأيك ما مدى منطقية أن يتم تقييم أداء المجلس الرئاسي عن الفترة الماضية في ظل الظروف التي عمل خلالها، يعني وهو يعيش ظروف استثنائية تقريبا على كافة الأصعدة، أمنيا سياسيا واقتصاديا؟ سيد خالد، أنا أتمنى أن تعطيني مجالا من الوقت الكافي كما تعطي ضيوفك الكرام. لا، هو أنا لا أخذ منك الكلمة إلا عندما تتوقف سيد خالد الشارف. بارك الله فيك، أنا أعلم ذلك، وأنا تفضل يعني لك كل الاحترام لحضرتك. طبعا لك كامل المجال للحديث. نعم سيد، طبعا السيد البكوش ومع احترامي له يعني يقول أن
كلامي أو كلام كل الضيوف كان يقززه وكان يعني يجعل له يعني رأس دايخ من هذا الكلام وغير مصدق. لا لا لا, لا, لا حتى نكون دقيقين سيد الشارف, هو لم يقل كلام مقزز سيد خالد. نعم خالد نعم الشارف. لا حتى نكون محددين, السيد صلاح البكوش يعني يعتبر وجهات النظر هذه غير مقبولة وغير منطقية. نعم وغير نعم عملية. أنا لم يعطي أي تعبيرات أخرى ولا يقبل ما يقوله الأطراف الأخرى, هو من حقه, ولكن ليس من حقه أن يفرض كلاما هو يراه هو الحل النهائي وهو المخرج. لا هو يرد على وجهة نظر فقط. يعني أنت من حقك أن تتمسك برأيك, وهو من حقه أن يرى بأن رأيك غير قابل للتطبيق أو غير صحيح. لكل منكم الحق في نرجع إلى سؤال حضرتك. نعم هو الأهم وهو الذي يعني وهو الذي يختص به حلقتك الكريمة. نعم الحقيقة ما يحدث الآن في المجلس الرئاسي هو انشقاق داخل المجلس الرئاسي, ورأيناه هو مجلس متصدع ضعيف وهن غير قادر على تكوين رؤية سياسية حقيقة لليبيا لأي ركن من أركان الدولة, سواء أمنيا زي ما قلت أنت ولا اقتصاديا ولا علميا ولا يعني ولا. أنت أصدرت هذا الحكم على المجلس الرئاسي, سؤالي كان هل من المنطقي إصدار الأحكام الآن وتقييم أداء المجلس في ظل الظروف التي يعيشها على كل الأصعدة؟ يعني هو لا توفر له مناخ سياسي ملائم بمنح الثقة لحكومته, ولا توفر له الذراع الأمني والعسكري الذي يمكن أن يفرض به خطة أمنية تعيد الاستقرار للبلاد, ولا توفر له يعني الجانب المالي الذي يدعم برامجه التي قد يطرحها. هل من المنطقي تقييم أدائه وفق هذه الظروف؟ السؤال هنا لماذا لم يتوفر له هذه الظروف؟ لأنه جسم تكون خاطئا من البداية. هؤلاء التسعة أفراد الذين يمثل المجلس الرئاسي هم تشكيلة غير متجانسة, ولذلك تواجهت أو واجه هذا المجلس كثير من العقبات الناتجة من داخل المجلس وليس من خارجه. على السيد السراج كان عليه بالأمس أن يصرح أن هناك خلاف كبير في كل الجوانب من داخل المجلس الرئاسي وليس من خارجه. الخارج هو من يمثله في الداخل, لأن هؤلاء يعني أنت ترى بأن العيب في تركيبة المجلس وليس في الظروف التي يعمل فيها المجلس. سيد خالد أنت تعلم رأيي من أول بداية المجلس الرئاسي, فهو ضعيف فعلا وهو وهن وهو لا يستطيع أن يقوم بقرار سياسي واحد يقود الدولة إلى بر الأمان ولو بشكل جزئي. فكيف على السراج الآن يقول أن هذه الصعوبات واجهناها وكأن الصعوبات هي من خارج المجلس الرئاسي؟ بل الصعوبات هي من داخل المجلس الرئاسي. وعندما قلت أن السراج عليه الاستقالة, نعم لأن سيستقيل السيد السراج يسقط المجلس الرئاسي ويتكون حسب الاتفاق السياسي بتشكيل آخر لمجلس سياسي, وليس هو قرآن منزل لابد علينا أو لابد أن نحترم هذا المجلس إلى الأبد. يعني لابد أن نرى أن المجلس غير قادر فعلا خلال سنة حقبة سنة 365 يوم يعني زي ما نقوله نهار ما هوش أبيض على الليبيين. 365 يوم كانوا من أصعب الأيام في الخمس سنوات الماضية. إذن على السراج فعلا أن يقدم استقالته ويتمسك بهذا القرار وبهذا الرأي. وكثير من الليبيين ولا أزعم أنهم جل وكل, ولكن كثير من الليبيين يؤيدون ما أقول. طيب ختاما معك سيد البرعسي, يعني وفق كل هذه الرؤى المطروحة الآن, هل لدى المجلس الرئاسي أي خيارات أو سبل للضغط على الأطراف التي تعيق عمله وتحول دون تطبيق رؤيته للخروج من الأزمة الحالية, ومن بينها ربما بعض الصلاحيات التي منحت له في الاتفاق السياسي ولم يطبقها حتى الآن, مثل مسألة البت في المناصب السيادية سواء عسكريا أو مدنيا؟ أنا عندي تعليق بسيط على السيد صلاح البكوش. يعني الذي أستغرب مناداته بالديمقراطية وبكاءه على الديمقراطية وماذا يريد المجتمع المدني, وهو أحد المناصرين لمجلس الدولة الغير شرعي, المجلس الذي عقد بجلسة غير رسمية والذي أخذ يعني استثمار للوقت فقط. سيد البرعسي أغرب أن يكون مدافع على الديمقراطية, هذا شيء غريب. بالنسبة للمجلس الرئاسي, المجلس الرئاسي إذا كان هو عنده قوة كان يمكن له العمل بسلاسة منذ بدء الاتفاق في شهر 3 الماضي واستلام السلطة دخول طرابلس. المشكلة في المجلس الرئاسي غياب البوصلة العمل الحقيقي داخل المجلس. المجلس الرئاسي ضاع خلال هؤلاء الذين يتناحرون على السلطة, سواء كان في طرابلس بين الكتائب المختلفة, بين التيارات المختلفة, النظرات المختلفة, بين عدم وجود تصور لكيف محل المشكلة في شرق البلاد. أعتقد أن شرق البلاد هي مشكلة, أهم مشكلة تواجه أي جسم رئيسي سيأتي إلى ليبيا. إذا لم يستطيع المجلس الرئاسي التعامل مع
الوضع الموجود في شرق البلاد بكيفية تخرج ليبيا إلى بر الأمان، أعتقد أنه لن يحقق أي تقدم استراتيجي على الأرض. يعني في كلمة قصيرة لو تسمح سيد البرعسي، أنت أوضحت مسألة أنك ترى بأن المجلس الرئاسي لا يمكن له معالجة الوضع الحالي، لكن إذا سلمنا بأنه الحل الوحيد والأخير المتوفر الآن، هل لديه إمكانيات للتعامل مع الاستحقاقات أم لا؟ في كلمة. لا أعتقد ذلك. طيب حدث القصور الرئاسي الأسبوع الماضي. طيب ربما أضيف نصف دقيقة لك سيد صلاح البكوش للتعليق إذا كان لديك تعليق فيما تطرق إليه السيد سليمان البرعسي. أنا أولاً أعتقد أنني مستعد لوضع تاريخي السياسي ودفاع عن الديمقراطية في مقابل تاريخ السيد البرعسي ودفاع لا 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 عن الديمقراطية. نريد حديث عن أفكار وجهات نظر وليس عن أشخاص يا سيد صلاح البكوش. نعم. دفاعك عن وجهة نظرك في أقل من نصف دقيقة. أنا أفتخر بدفاعي عن مجلس الدولة. نعم أنا أفتخر بدفاعي عن مجلس الدولة، على أقل هذا جسم مدني، مقابل دفاع السيد البرعسي عن عسكري طيب. تافه كيف حفتر وصلت. وعلى هذا الأساس وصلت فكرتك. يجب أن نعرف، الجميع يعرف، الجميع يعرف البكوش وكل ضيوفنا كنا نود يعني إتاحة المزيد من الوقت لمناقشة الجزئيات أخرى من الموضوع معكم، لكن للأسف وصلنا إلى ختام العاشرة. نشكر ضيوفنا وكان معنا في هذه الحلقة عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الناشط السياسي صلاح البكوش، وكان معنا عبر سكايب من لندن الناشط السياسي مفتاح لملوم، وأيضا كان معنا عبر الهاتف من البيضة الناشط السياسي سليمان البرعسي، ومن الإسكندرية الناشط السياسي خالد الشارف. الشكر لكم جميعا ضيوفنا، وأيضا الشكر لكم السادة المشاهدين على متابعة هذه الحلقة. في أمان الله.